مشاهدينا الاعزاء في حلقتنا اليوم اللي هي العيش والسمك. العيش والسمك من الاكلات الشعبيه الاماراتيه القديمه ودائما تلقاها في كل بيت. اتمنى ان كل متابعينا اساسا هي الاكله هذه اكله بسيطه جدا ما تاخذ منكم اي وقت ولا مجهود. كلها ربع ساعه ان شاء الله وتخلص، باكر ياكم ضيف ولا ياكم غيره تقدرون تسوونها في اي لحظه. لذلك هذه الاكلات مفيده، خاصه السمك مفيده للاطفال واحنا والاولاد الصغار، لان الحين اليوم جيلنا او الجيل الصاعد هذا ما يستحب للسمك او ما يحب السمك لكثره عظامه ولا غيره، ولكن يجب على كل ام او كل ابو يعود عياله على الشغلات هذه ويعلمهم طريقه السمك ويعلمهم انواع السمك اسباب عشان يعتمدون على اعمارهم. الحين نتمنى منكم مشاهدينا الاعزاء ان كل واحد يمسك الورقه والقلم ويتابعنا والمقادير موضحة أمامكم. ويلا أنا ببدل ثيابي وبنسير إلى المطبخ. اليوم وجبتنا اللي هي عبارة عن مقلي سمك. يا مرحبا وسهلا فيكم. أكلتنا جدا بسيطة وشعبية معروفة، هي إيه المقلى سمك زين وعيش أبيض. طبعا المكونات عندنا موجودة ومثل ما شفتوها على الشاشة، شغلة بسيطة ما تحتاج أي شيء. إن شاء الله بتستانسوا معانا ونخليكم تتعلمون كيفية طبخ السمك ويا العيش الأبيض، شغلة بسيطة. أول شيء قبل كل شيء احنا عندنا عشان نكون نجهز الوقت، عندنا الماء يفور والعيش مودن وعندنا المقالي موجودات وعندنا البهارات اللي هي موجوده، عندنا الكركم وعندنا الكزبره والملح والجرفه والورق الغار والفلفل اليابس الاحمر والهيل واللومي والفلفل الاسود والثوم والزنجبيل والبصل والطماط، وحد يحب اللي بيحب يحط خضره اللي يبي يحبها يعني اللي يبها. اول الحين شيء ما نبتدي نشغل على شو؟ نشغل على التاوه اللي في الوسط. بسم الله وبدينا. ومثل ما قلنا كل واحد يود الورقه والقلم ويستعد حق ايش؟ يسجل. اللي يبي يسجل واللي يبي ما شاء الله في بعضهم يحفظون. هاي التاوة الثاني، بتقولوا لي ليش؟ بقولكم بعدين شو السالفة. الحين عندنا الزيت العادي علشان نسوي اللي هي خلطة السمك. أول شيء نحط الزيت كمية بسيطة، يعني ما نقدر نقولكم كم جرام وكم من هالسعة، لا كل واحد بقياسه على كذي على طبيعتك. أنت هني عندك شو؟ اول شيء حطينا هناك ايش احنا قبل شو قلنا؟ هني الزيت وهناك نجهزه حق شو؟ السمك. هذه اول ما نبتدي نحط البصل، نحمر البصل، نجيب ملعقه صغيره او الخاشوقه ونحط البصل بعد الزيت ما سخن، ولكن ما مشكله. تدرون احنا شو نبغي في البصل هذا؟ ليش احنا قلينا البصل؟ بخبركم بعد شوي. بنيبهم بالبراد الحين وبنراويكم كيف تبهيرة السمك. طبعا احنا قبل كل شيء من قبل احنا غاسلين السمك. سمكنا اليوم فريش جايبين من الشبرة. اعتقد الكل يعرف موضوع السمك اللي هو الشعري. الشعري طبعا توا موسمه وتوا مثل ما تقولون طالقين صراحه من اول الشهر، كانوا موقفينه على اساس انه يتكاثر. والسمى والشعري طبعا سمكه الشعري هي خمس انواع. الشعري هو يعني الاسم الرئيسي هو شعري، في منه اي السولي اللي اطول شوي منه بوز يكون اطول، في من الكردوس حسب بعض المناطق يسمونه الكردوس، حد يسميه الـ 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 عندك الكبار بعد نفس الشيء والصغار، وحد يسميه الحين شوف الحين عندنا شوف مصوبين. المهم بنبتدي ان شاء الله في ايش؟
بنبتدي في خلطة الشعري. الحين عندنا هني العيش اللي هذا، نقوم نحط سمن علشان شو يسخن في التاوة. يا عيني على صوت الزيت، بس شوفوا يا جماعة الخير يوم بتحطون الزيت حاسبوا. ايه هذا زيت نباتي وخالي ان شاء الله من شو، من الكوليسترول ان شاء الله، والله يبعدنا ويبعدكم عن الكوليسترول. الحين براويكم انا طريقة كيف تبهرون السمك. زين، اول شيء ناخذ الملح ونملحها من فوق، نقلبه خفيف، ما يبالي شيء، ترى هو شيء شيء منه باشخيل وشيء منه هذا الشعري. دائما الشعري يجيك ازرق كذا راسه. زين، هاي شوف الحين منظف وجاهز، يوم منظفينه قبل احنا عشان الوقت هني. ليش؟ اساس انه ليش احنا جرحنا؟ اساس تدخل البهارات فيه. ناخذ مثلا عندك على سبيل المثال فلفل احمر، بس ما نكثر يعني علشان ياخذ استواء. عندك حطينا الملح، حطينا الغير، ناخذ الكركم على اساس يعطي اللون. زين، في بعض الناس شو يسوون يعني على اساس انه يرطب السمكه او يخليها شوي تلمع، يعطيها شوي وش او ويش كذا، ما متعبين. ايه حسب الرغبه، في ناس تحط ثوم، في ناس تحط زنجبيل، في ناس احنا كذي تقريبا نسويها كذا. خلاص نجيب الوحده على الثاني، شغله بسيطه. وهذا سميكاتنا الطيبه، والشعري يصلح في كل شيء، في المرقة يصلح، في المقلي يصلح، في المشبوس، في كل شيء. زين، الحين نرجع الى وين مش وصلنا بعده، والعيش ماي العيش من قبل قلنا لكم في الحلقات السابقه دائما العيش يوم بتبى تكشف عن لقطه تكشف عنها كذي. شوف الحين هو العيش ماي العيش ناقص، نزيده. دائما يوم بيونكم ضيوف عشان تسوون شيء سريع، ايش تحط؟ تخلي الماي اللي هو الغوري جاهز. حاسبوا يوم بتشلون الغطاء لا تشلونه على الجنب هذا، لان في ايش، في عندنا الزيت، الزيت شو اسمه يكون حار. الحين عشان الوقت دائما ناخذ السمكه، بسم الله حطيناها. شوف شوف هني، حط الثاني. نرجع الى بصلنا، بصلنا شيخ بارك بعده ما احمر بصلنا، هذا نخليه شوي احمر ياخذ تسمي. انزين، العيش سبق ونتكلمنا عن العيش، ان فيه العيش انواع وكل واحد يختار العيش اللي يعيبه. في عيش حبة طويلة، وفي عيش حبة قصيرة، وفي عيش يعني حسب. هاي واحد اثنين وهاي ثلاثة وهذه أربعة وخلصنا. قلنا لكم في الحلقات القبلية عينك واللي يديك ميزانك. السمك الحين بدأ شو ياخذ استواءه. دائما تحاول انك تبعد عن شو، تبعد عن السمك تقريبا زمان. تشتغل في شو، في الشغلات اللي هي اذا هذا ياك ضيف انت شو بتسوي، لابد انك يعني مثل ما يقولون ثلاثة في واحد. الحين احنا تقريبا شبه كل شيء جاهز لايش، لتحضير السمك اللي عندنا. في بعض الناس يقولك والله قشرنا السمك. السمك ما يقشرونه يا جماعة الخير، السمك عليه صفط، يصفطون السمك. فالقشريات هاي تعتبر للربيان، الربيان طبعا هو اللي فيه القشر. فنلاحظ والله يقول لك والله سر قشر السمك، لا، المصطلح الاماراتي يقول لك نصفط السمك. يوم تصفط السمك وتنظفه خاصه في المقلي يكون غير. عندك الاسماك الاخرى بنتكلم عنها في حلقات ثانيه،
وفي حلقات أخرى كيف أنك في كل وجبة، يعني مثلا عندك في أكلات ثانية إن شاء الله بنتكلم عنها مثل المحمر. طبعا المحمر معروف أنه ما يصلح مع، يصلح مع الشعري، ولكن السمك اللي معروفة له يعني المحمر هي الصافي. الصافي معروف عندنا في المنطقة في الإمارات، أكلة شعبية قديمة، وفي نفس الوقت بنتكلم عنها في بقى بإذن الله. الحين أول شيء على أساس تركز نكشف عن الجدر، لا بعد شوي دفن نشوف سميشاتنا شو تسوي. لا تقريبا تقريبا شوف نقلبها على اليم بالثاني. شوف لا حين حين بتستوي بعد شغلة ثانية، اصبروا الحين هذا مو بهذا، هي ما جت الخلطة الثانية. ها السمك بنفاجئها، ايه ها بنفاجئها بعدين السمك في شغلات. الحين احنا هني بدأ ايش بصلنا شوي ياخذ احمرار. ايه زين العيش مثل ما تكلمنا عنه قبل، العيش حباتها طبعا بسمتي هندي معروف الحبل هذا، اول ما يكون تكلمنا فيه في الحلقات اللي طافت انه في بعض الناس يومتي تسوي العيش حد منهم يحط بصل، يعني مثلا الحين ياخذ البصل هذا ويحطه في الماء قبل ما يحط العيش. الناس اذواق، في ناس تقول لك لا انا ما ابغى اروح ريحه البصل في شو، في ناس يحطون الفلفل البارد يحطونه في غيره. ولكن اليوم احنا قلينا او طريقة التقديم تختلف تقريبا 40% عن القلي العادي. ليش؟ لان يبنى بهارات احنا ويبنى اعشاب تختلف، يعني مثلا جايبين الشبت احنا المرة هذه، جايبين في خلطة هذه خاصة هي يابسة ولكن يبيعونها في بعض المحلات في الحواي اللي عند هذا عبارة عن ورق غار، وفي عبارة عن الجراس ليمون اللي هو ورق الليمون المجفف، يعني أشياء تقدر تقول حمضية وزعتر، ما زعتر تعطي طعم للسمكة في النهاية لما أتي تحطه على الشون يعني. فكل واحد بطريقته وغيره. الحين تقريبا عندنا بدأ العيش يفور، نقول بسم الله نصفي شوي الماء، ننزل الماء عنه. عرفت كيف؟ شوف ننزل عندنا الماء ونقول بسم الله، وناخذ الخاشوقة اللي هي شو عندنا هني. بسم الله، هاي واحد وهاي اثنين وهذه ثلاثة، وحسب عزيمكم وحسب خطاركم انتوا روحكم تعرفون تقايسون ما شاء الله عليكم. في ناس ما شاء الله عليهم تعرف كم من واحد جاي. انا حينه ميزاني هاي عيني حسب يعني اللي الناس اللي تضرب. خلاص شوف بدأ العيش يعني ما أخذ راحته في إيش، لما دائما يوم بتي بتسوي العيش سوي العيش في إيش يعني في ماء أكثر منه، لا تضغط العيش في جذر يعني مثل ما تقول صغير والماء شوي جليل عليه، لا حاول أن إيش الماء يكون أكثر من العيش. خلصنا منه في أي شيء، خلاص انتهينا انتهينا. فاصل قصير إن شاء الله ونراجع لكم بعد شوي. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في أكلتنا اليوم اللي هي مقلى سمك، وحد يسميها المودم سمك، وإن شاء الله بتعجبكم وبنكمل. عندنا حين حاليا البصل اللي هو قبل قليناه، بنقول لكم ليش احنا نستخدمه. تقريبا احنا شبه تقريبا بيخلص البصل طريقته، البصل طبعا احنا مقاطعينه من قبل شكل ناعم، نحاسب دائما يكون حار. شوف بدأ يحمر، بدأ على قولتهم يذهب، ولكن احنا نقول احمر، هذا يسمونه الشياط. الحين عيشنا بعد ما نطمن عليه الله بالخير، لا بعده شوي بعده. طبعا شوفوا يا جماعة الخير ما حد يغطي السمك إذا كان في الله. شوف أنت الحين تغطي سوى شو بخار، فلما يطلع البخار وتشله ويطيح الماء في الزيت ينطش عليك الزيت مرة ثانية. دائما حاسبوا في إيش في الأشياء هذه، هذه مهمة في المطبخ.
احنا بقدر الامكان نحاول نحافظ عليكم. ليش؟ لان في بعض الناس يقول لك اذا احترقت مره ما بدش المطبخ. لا، نباكم تدشون مره ومرتين وثلاثه وتتعلمون، ياكلون ريايلكم من ايديكم، ايرانكم ياكلون من ايديكم. شوفوا ما شاء الله امهاتنا وياداتنا كيف وصلوا ما شاء الله لهذا المستوى. الحين الكل اللي داوم برا واللي داوم بعيد واللي داوم غيره يقول لك بس يركل بيت امي، بس يتغدى بيت امي. ليش؟ طعم الام وطعم ايد البيت غير، يختلف. يعني صح انه في بعض المطاعم ما شاء الله يطبخون طيب، ولكن يبقى بعد لا تنسى اكل البيت. وبعدين احنا نبغى نخبركم، في بعض الاولاد والاطفال ما عندهم القابليه لايش؟ للاسماك. الاسماك اللي هي اللي شو اسمه، لا احنا لازم نعلمهم. ليش؟ لان الاسماك تحتوي الى اشياء مفيده، زين، تحتوي على اشياء جديده يعني مفيده لجسم الانسان. فخاصه الاطفال لابد انك تعودهم وهم صغار. تحاول ان اذا مثلا ليش تحاول انك تختار السمكه اللي ما فيها ايش؟ ما فيها عظام. في عندك اسماك كثيره اللي ما فيها عظام، خاصه الشنعد وخاصه غيره. وحتى اليوم تيلس الام وليلس الابو على الغداء يحاول انه هو يبلح حق عياله، يحاول ان يرغبهم حتى يعني لو بالمره يعني في الاسبوع مره يحاول انه شو ياكلهم، لانه مفيد. السمك مفيد لجسم الاطفال. تقريبا عيشنا يبغي له شوية كذي لين نشوفه يلعب. فدائما احنا قلنا لكم الحين نشوف، انا في نظري بس دقيقتين انا العيش دائما اعطيه ما بين العشر دقائق لاثناشر دقيقة يخلص العيش، ما يطول. انزين، اذا انت عندك اثناشر دقيقة وضيف يأينك، ها، اثناشر دقيقة العيش وعندك هنا عشر دقائق، هاي 24 دقيقة، يعني كملت أقل من شو؟ من النص ساعة أقل، وعندك الشغلات هذه وجيت وحطيت وحطيت. الحين السمك تقريبا شبه استوى، احنا بنخلص الحين، بس احنا بنحاول نخليه شوي يحمر زيادة، بنشوفه بنطمن عليه. سميكتنا الحليوة وشعرينا الحليو، يا سلام يا سلام، الله مستوي تحت غير، شوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاني بربيعته اوب 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 وفوق. ارقدي على الجنب اللي يريحك، كذي ابغيك. الحين خلاص ما في امل، مستوي عيشنا. وين هذا؟ خالصين منه. هذا بندور له شغله ان نحطه في على اساس ان اخر شيء اللي احنا ممكن نتخلص. الحين احنا خلصنا الحين مثلا على سبيل المثال من الملح هذا، احنا الحين ما نحتاج الملح، زين، ولكن بنحط الملح، بنزيده في هاي المله. شوف اذا استوت عندنا هاي المله. لازم يعني انت في المطبخ لازم تفكر شو تسوي، مو بكل شيء يعني تعفس هذا. خلاص الحين احنا خلصنا من شو؟ من البصل. شوف هذا البصل حمر حمر، حاسب وانت حاطنه. بقول لك ليش البصل هذا، بقولكم الله، هاي ودك تاكله ويا الخبز مرة. شوف خلاص زيد بجا، شو هنخليه هني حق بعدين. زين الحين تم البصل داخل على السريع يا جماعة. رد البصل مرة ثانية، شوف هاي الخلطة، ردينا لومي اليابس شوي وردينا هني. زين هاي خلطة هيل ومسمار وشغلات بسيطة يعني ورق غار وينسون يعني. وخلصنا هني الفلفل الأسود بعد شوي حبتين، ماشي قياس ماشي قياس، اللي يقول لك قياس اسمح لي يعني. ها شوف ما حطينا شيء، ورقة غار قبل حطينا الفلفل حسب الذوق والمزاج. أنا أحب الفلفل، الفلفل طبعا ما طبيعي، نكسر جرفة أساس تعطي نكهة. زين نحاول نحرك، شوف وصلنا. شوف هذه الخلطة اللي هي بتي
على شو؟ حق شوية هيل ورديناه تحت على اساس ما ترد تحط مرة ثانية. هذا الفلفل الاحمر زين، وهذا ملحنا خفيف لان قبل حاطين احنا ملح بس ما نبغي نحط زيادة، وهذا طماطنا. لا تقول لي والله طماطتين ولا ثلاثة، اللي يعيبك. خلاص خلاص، هني احنا تقريبا شبه خلصنا من السمك زين زين. فاصل بنرجع لكم ان شاء الله بعد ما تشوفون الطبخة هذه. يلا الحين احنا رجعنا لكم يا ويوه الخير الى وين خلطة الطماط. السمك ما شاء الله بدأ ينقلب طريقة طيبة. نقوم نحط مثلا الصلصة شوي حسب قياسك. العيش لازم يا جماعة الخير لازم يوم انتم بتطبخون تحاسبون على الوقت اللي عندكم العيش وغير على اساس انه ما يخترب العيش. شوف حطينا الفلفل البارد زين. شوف دائما انت يوم بتحط الالوان هذه بتحس انه في عندك اللي هو اللي هي الكزبرة الخضراء. شوف الالوان هذه تعطيك ايحاء. نرد مرة ثانية نحط الطماط هالكبار المقطع سلايس زين. ردينا حطينا الزنجبيل. خلطة ولا اروع هذه زين. وشوي ثوم وشوي بكبارة للثوم هذا كم نحبه زين. خلصنا من هذيلن نزلناهم تحت. هذه بعد اذا تقدر ها حبتين تكتين كذي زين. اوكي فلفل يابس هذا. شوف الالوان كيف طلعت حلوة. نقوم احنا شوي نزيد ماي على الخفيف. ها ها شوفوا عيننا على العيش كشفنا عنه. شوف زين. اذا احنا حاليا هني خلصنا. شو خلصنا تقريبا الخلطة. ناخذ الغطاء مالها ونغطيها لين شوي 10 دقائق. خلاص صحين العيش. العيش حاليا بنخلص من بنشخل العيش الحين ان شاء الله. هذا العيش خلاص. لا تقايس شوف ما شاء الله عليه العيش احنا خالصين. بسم الله شلينا من هنا. وسيدة وين بعيد عن وجهك بعيد عن وجهك يا اختي. شوف ردينا الجدر. يلا يلا ان شاء الله. شوف العيش كيف. شوف ردينا العيش مرة ثانية. خلصنا خلاص ند نسكر عليه ونخليه. نجهز الحين. شو الحين السمك خلاص نطفي عليه. خلاص طفينا السمك الضوء زين. الحين عندنا البصل هني. الحين شو نسوي؟ نجهز دائما طبقنا اللي هو شو اللي بنحط فيه او صحننا الماعون اللي بنحط فيه. هذا صحننا شوف محلاته. يعني ترى يا جماعة الخير في مثل يقول لك العين تاكل. العين تاكل قبل شو قبل البطن او شيء. راح نشوف عيشنا تقريبا شبه خلص. انزين احنا شو نبغي نسوي اليوم؟ نبغي نسوي لكم طريقة عيش اللي هي نفس العيش هذا ولكن بطريقة أحسن. يعني الناس تشوفها بطريقة ثانية. يعني على سبيل المثال ناخذ صحن أو ملة ونغرف شوي من العيش في وين؟ في ملة صغيرونة. في ناس يوم يسرون المطاعم
يقولون شو سالفة العيش هذا أصفر وليش نصه أصفر، ويسألون راعي شو اسمه المطعم. دائما راعي المطعم ما يخبر، والشيف والطباخ في بعضهم ما يخبرون شو عن سر الطبخة، ولكن أنا بخبركم، أنا بخبركم. هذا حين شو ماي ورد، وداخل هني زعفران وهيل وشوي بهار من أي بهار أنت تحبه. ضفنا وين؟ ضفنا هني، شوف لونه فيها شيء؟ ما فيه شيء. خذنا هاي الخلطة الحلوة الجميلة الممتعة، اللون المتمازج. الزعفران يا جماعة الخير يقولون مفرح للقلب، يا سلام. يتعطروبه الأولين، الأولين يدهنوه بيسووا فيه دهن الزعفران ويسووا غيره، واحد يسووا من الشاي. شوف حطينا هني، أقول لكم شو السالفة. هذا هنا شوف حطينا هذا زعفران اللي موجود في السوق، حسب في زعفران الكيلو كذا وفي زعفران كذا حسب نوعيته أو حسب البلد اللي تصدره. ولكن الحين هاي خلطتنا مع الزعفران الزبت. شوف نخلط، شو نخلط هذا زين. انت حي تقولوا شو يسوي هو؟ لا بفاجئكم الحين. الحين خلصنا، احنا شوف ريحة العيش، يا سلام مو طبيعي. الحين بنغرف شو العيش، واصلين على الفاينل احنا ان شاء الله باذن الله النهاية. يا سلام خلاص حطينا هني، جبنا عيشنا نقول بسم الله وقرفنا. شوف 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 الحب كيف نثريه. دائما لازم حرمة البيت تحافظ على شو زين. في حسب، في ناس كل واحد بطريقته يحط الزعفران ويحط، حد يحطه على العيش وحد يحطه، ولكن أنا بسوي لكم اليوم شوي شغلة شوي تختلف، يعني كل واحد يعني تعرف يعني حسب طريقته. هذا العيش الحمد لله أن العيشنا كفة صينية وكفة تقريبا 5 أشخاص يكفيكم إن شاء الله بالهني والعافية عليكم زين. انت الحين الخطار يوم بيونكم بيشوفون بيقولون السلام شو مسوي الجماعة ها. الحين احنا بناخذ العيش هذا ونخلينا بندناه على الضوء وبندناه خلينا هذا. الحين بتسألوني انتو بتقولون هذا الزعفران اللي سواه وين بيوديه؟ بقولكم وين نوديه. اول شيء العيش هذا اللي عندنا بسم الله ما شاء الله، انيب له شو؟ انيب اللي هو البصل اللي اول. خلنا نبتدي في الزعفران. نحط شو؟ ناخذ من الخاشوقه، نشوف لنا خاشوقه شوي اكبر، سامحوني بصير شوي عنكم. بناخذ الخاشوقه وبزين لكم العيش بالزعفران بسم الله. شوف هذا، شوف الالوان، شوف هذا اللون عندك هني استوى ايش؟ ايش لونين؟ صعب؟ سوري 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 على اساس يمكن شو اسمه. الحين نحاول ان نكمل لين النص، نكمل لين النص. حلو، لان دائما مثل ما قلنا لكم العين تاكل. يا جماعة الخير الزعفران مسوي شغل، الزعفران مسوي شغل. الحين تخيل هذه ريحة الزعفران وتحط عليها البصل هذا المقلي، بس شوف اوكي هاي شوفه هذه حطيناني زين. هني تقريبا شو شغلة بسيطة. هل خذ منكم شيء اختراع؟ ما في، هذا وياي انتم الحين شفتوا خلصنا في دقيقة. كل هذه الأشياء اللي تشوفونها ترى مو بوايد، موجودة عندك في المطبخ.
عندك في الثلاجة أختي. شوف احنا هني خلصنا. الحين شو نسوي؟ ناخذ السمك. نقوم ناخذ الصينية ونسوي لها كذي. تعالي يا صينية. تعالي كذي. زين. عشان تفصل الألوان. عشان الضيف يوم يجيك يقول لك يا أخي صراحة اليوم أنا تغديت بيت فلان غدوة مو طبيعية. تحط له كذي. على التزيين يعني. زين. وتجيب له شوي الصوب الثاني ليمونة. زين. وهني شوي ليمونة. يعني تسوي له مكس. زين. وهذه ليمونة. زين. في النص. ايه. وهذا السمك طال عمرك اذا ما حطيت له ليمون وما حطيت له كأنك ما سويت شيء. زين. الحين ناخذ شو؟ ناخذ السميك الحبيبة. يا سلام. زين. شوف شو نسوي. حط لك ياني. انت الحين شو بيقولون؟ بيقولون والله هذا العيش الحين ما نشوفه. لا انا بقول لك كيف تشوف العيش. تاخذها كذي. شوفها كذي. وتجلبها كذي. شوف. زين هاي شوي يعني نحطها كذي وربيعتها. اوكي. زين. الحين شو كيف بتقولوا لي؟ بنقول لك بعد بنقول لكم الحين شو كيف تسووا مره ترتيبه. الحين احنا تقريبا شبه خلصنا الطبخه. بجت شو؟ بجا عندنا البصل. زين. زين. الحين ممكن ناخذ من الطماط هذا الطيب اللي عندنا موجود. زين. كل انسان سمحوا لي بجيب لكم السكين. كل انسان او كل واحد له طريقه في تقطيع اللي شو اسمه. ممكن انت تقطع عشان بس الالوان تناسق الالوان. يعني حد يسوي على شكل ورده، حد يسوي على شكل كذا، وحسب يخليها ممتد يعني على اساس ان يعطي الطبقه. فيك تمدها كذي. شوف احنا بنسوي مثل ان مغطايه. اذا عندنا هذه شو اسمه. حلو. زين. ناخذ اللومي ونحاول نحطه في وين؟ في حلج السمك. يعني تعرف ترى حلقه على اساس كل واحد يعني يحب انه يشوف يقول لك اوه هاي صراحه مسوي. انت هو صح يمكن ما ياكلها بس يقول لك الزينه هي روحها تاخذ ايش؟ طعم. طيب الحين احنا تقريبا شبه خلصنا من خلطتنا. نشوفها نطمن عليه. الله بالخير. شوف الالوان هني. هني احنا تقريبا شبه خلصنا من الحمسة هذه تبع السمك. ناخذكم ان شاء الله فاصل قصير ونرجع لكم. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه ونشوف طبختنا اللي هي اللي مقدم السمك. وإذن الله بإذن الله إن شاء الله بتعجبه. زين. كشفنا عن الخلطة تقريبا. يا سلام يا سلام. شوف في بعض الناس يحبون يأكلونها الخبز. في بعض الناس يعني هذه تقريبا شبه خضرة ولكن شوي سبايسي خفيفة. احنا تقريبا قللنا من الملح اللي فيها على أساس إنه إيش انتزم. احنا ما بنستخدمها كلها لان هذه احنا مسوينها تقريبا حق 5 سمكات او 4 سمكات. فشو نسوي؟ ناخذ شوي نحاول انه شوف نحط على السمك. شوف تحط على السمك بحيث انك تعطي. زين. شوف كيف انها كل الاشياء الخلطات اللي حطيناها تكون نكهه تعطيك للسمك. يعني انت يوم تاكل عقب ترقد لك 5 ساعات لا تخبر حد. زين. هنا كذي خلص تقريبا شبه خلصنا. نبند عليها
ونسكر ونشلها الى وين؟ انزين ناخذها انزين ناخذها. الله شوف ماخذ شوف عاد انت هو انتوا على برايكم بتحط لها الليمونه مقشرينها حطها مكان شو مكان الابيض او مكان انا مثلا نشيل الطماطه ونحطها في النص عشان ما نسوي زحمه زياده. مثلا اول احنا حطينا الطماطه فيك مثلا تحط عند كل راس وحده طماطه شوف ها شوف هني بس ورده هني خلصنا طبختنا. في بعض الناس يحبون يحطون ياكلون اللي هو سمن البلاد عاد هذا شيء اختياري. هني ونجيب تمريتنا التميرة الحلوة ونحطها على الدار هني خلصنا. هذا الأكل الأولي اللي كنا احنا قبل زمان ناكله المقلص سمك، ولكن احنا وضعنا عليه بعض اللمسات ووضعنا عليه بعض ايش يعني التعديلات مثل الزعفران ما زعفر. قبل كانوا يسووا عيش ابيض ومقلى سمك بس ويا سمن وبصل وخضره وغيره ولكن هذا احنا بغينا نشوف نضيف على اساس كل حرمه بيت على الاقل تتوصى شوي وتغير من مزاج زوجها. فاخترنا لكم اليوم الليمون، وطبعا هذا موسم الصيف نحتاج الى ليمون مفيد في فيتامين سي، وهذه أساسا كل حد يقدر يسويها وشغلة بسيطة. شوف هني نحط الليمون له 200 تقريبا حسب اللي ضيوف اللي جايينك، شغلة بسيطة وما تحتاج منك أي شيء. خلصت منه ردينا هني نجيب النعناع كمية اللي تسويها نعناع طازج. شوف كيف الألوان تمازج الألوان. شلينا الغطاء على أساس الثلج يا سلام، وشوي سكر حسب الرغبة شو انت تحب تبغي. في ناس يحب اني يحط معاه زنجبيل، في ناس يحطون معاه زنجبيل شوي على اساس الطعم وغيره. نضيف شوية ماي عليه حسب الاختيار تقريبا كلاسين ونص على اساس انه يكفي ونسكر ونقول يلا. خلصنا الحين من الليمون نشيل عن الغطاء. ونصب بسم الله سلام. في ناس تقول ليش مثلا اللون بيج او غامج؟ لان هذا الثلج فيه والليمون بكبرها. في ناس تشخله في المشخله، انا بصراحه ما احب كذي يعني حسب اذواق الناس. هني تقريبا نحط لكم اياه عند السمك. عندنا السمك المقدم وعندنا التميرات والتمر اللي هو يسمونه مسمار الركب، وعندنا السمن وعندنا العصير. عليكم بالعافية ونشوفكم في حلقات ثانية في مفاجآت ثانية في أحسن أكلة، وراح أفاجئكم في أكلة جميلة جدا. ومع السلامة.